سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه، كلشي بخير؟ كي دايره مع الصحه؟ هانيين، كلشي بخير؟ صباح الزين وصباح الورود وصباح الياسمين. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كلشي بخير؟ كي دايره مع الصحه؟ اليوم غندير لكم واحد الماكله سهله، اللي بغى يدير الريجيم، اللي بغى ينقص من الماكله هاد الصيف هذا. البنات غنخليكم مع الفيديو، وتنتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو. وكي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم؟ دخل شي، حنا مازال ما دخل شويه الصهد، مره يكون البرد مره تكون الشتا، مره كل واحد اليوم النهار ما شمش ما شتا، ما برد ما حتى حاجه. والله البنات الجو مقلبل، مره يكون الشتا مره تكون برد مره يكون شميشه، ما عارفين كي دير، واش تلبسي حوايج البرد واش تلبسي حوايج الصيف. واخا هكاك انا عندي الدار هي هذيك، بحال الصيف بحال البرد بحال كلشي. البنات باش نخليكم مع الفيديو، ونتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو. وشكرا بزاف البنات اللي دخلوا جداد، وشكرا البنات اللي الله تعرفت معاهم بزاف البنات. والله الا اليوتيوب هذا زعما تعرفنا مع الناس، وتعرفنا مع الناس مزيانين، والناس بصراحه الله يكثر خيرهم بصراحه. صافي البنات نخليكم باش ما نطولش عليكم الهضره، ها نتوما، ونخليكم مع المقادير والماكله خفيفه البنات فهاد الصيف. هانتوما الصدر ديال الدجاج قطعته بحال هكا، انا اللي قطعته بحال هكا. غندير البنات كل، هانتوما غندير خرقو، عرفتي البنات هاد الماكله زوينه وخفيفه اكثر في هاد الصيف هذا. بنادم ينقص من الخبز، انا البنات نقصت من الخبز دابا مدة دابا 3 شهور ولا 4 شهور دايره الريجيم، ماشي نقول لكم. صافي درت سكينجبير، غادي ندير القزبر. ها قسم الله الا نقص زعما، راه دابا المشكل مين تتكوني تتنقصي تديري زعما، ما نكذبش عليك الغلط شويه صعيب بزاف، كتلبسي بزاف د الحاجات وما متيجيش معاك بزاف د الحاجات. ونخليكم نجيب الثومه، غندير الثومه البنات، هيا قطعتها حطيتها فوق الطبله. الثومه درت جوج ريوس كبارين، داكشي باش اللي عندو الريوس يدير ثلاثة، عفوا خاصي ثلاثة. ندير ازير، وغادي ندير التحميره، عرفتي هاد الماكله زوينه البنات، ها نتوما. وغادي ندير شويه د الملحه، حساب القياس، وصافي غادي ندير زيت البلديه، ها نتوما. وغادي ندير النص ديال الحامضه النص، صافي النص. انا ما نديرش فيها الابزار لا والو، غادي ندير فيها الهريسه باش تعطيني واحد المذاق زوين. دابا الحامض زوين هذا، غندير معلقه صغيره الهريسه، هانتوما الهريسه، وغادي نخلط مزيان. غادي نخلط مزيان باش نرجع ندير معاكم عاوتاني باش تشوفوا الطريقه كي دايره. تمام شدوك سميتو هانت، صافي انا غنرجع معاكم باش نقطع، ندير واحد البلاستيك ونخليه غادي حتى البنات هنا. شوفوا نتوما شحال خصني هاد الماكله زوينه فهاد الصيف هذا بحال هكا هكا هانتوما. صافي غنرجع معكم باش نقطع الفلفله وتشوفوا الطريقه ديالو البنات. هانتوما درت هذه بطاطا، غادي نديرها في الفران، درت ليها شويه د الملحه
وغادي ندير لها شويه د الزعتر هانتوما، وغادي نديرها في الفران. وانا البنات ما غنطيبهاش بزاف، هانتوما تشوفوا غندير لها شويه د الزيت ونديرها في الفران. عرفتي البنات هاد الماكله زوينه وخفيفه فهاد رمضان. ويلي تلفني رمضان، رمضان راه داز دابا قرب يكمل شهر. هانتوما والله الا تلفت. صافي غادي نديرها في الفران باش نرجع معكم. صافي درت لها شويه الملحه وغادي ندير لها شويه الزيت ماشي بزاف. هادي الماكله ديال الصيف زوينه شتي. صافا نديرها في الفران ونرجع معكم. هانتوما البنات غادي ندير شويه د الزيت، وغادي ندير الثومه، 4 دروس ديال الثومه. نقيس البوطه باش ما تحرق ليش الثومه. ندير البنات هانتوما غادي ندير الفلفلة قطعتها بحال هكا تبان ليكم. تحر مزيان باش ما نخليش هذيك الثومة تحرق. وصافي راه البطاطا تطيب في الفران. غادي ندير شويه ديال التحميره، وندير شويه الهريسه، ضروري الهريسه، كاين اللي كيبغي الحار كاين اللي ما تيبغيش. ملي تجيب الهريسه زوينه غنديرها شويه، ما نديرش بزاف. وداك الدجاج البنات غادي نديرو في شي مقله وغنشوي، ونخلي الفلفلات تشوى مزيان. صافي ورجع معكم باش تشوفوا البنات. هانتوما صافي راه تشوات، وعرفتي البنات الحمصها الحمص، هذاك الحمص اللي درتو ماشي ديال الغراف هما اللي شريتو. هانتوما غادي ندير هكا صافي. غادي نشوي اللحم، ها هو الدجاج غادي نشوي دابا، ندير المقلة وندير لها شويه الزيت صافي. وباش نجبد سميتو في الفران البطاطا فيها باش هداك صافي. غادي نخلط كلشي حتى نشوي البطاطا. ها انا جبتها في الفران هنا هيا هيا. صافي خليت هذا تط ديال هذا هكا صافي طيب شويه، وندير سميتو ونشوي الدجاج ونرجع معكم. الدجاج البنات غنشويه صافي. هانتوما بوطه مهينه
نخلط كلش. بنات هاد الماكله زوينه وصحيه صافي، فيها لا خبز لا والو. هادو صافي، غادي نجيب الفال بسميتها بطاطا و سخونه انتما. ها هي انا راه تندير اي داكشي عادي، ما تنزوق ما حتى حاجه، كلشي نبينو ليكم الخايبه ولا كثيره. صافي صافي، هادشي كامل غادي ندير هنا، واللحم غادي نشوفو ونرجع معاكم باش تشوفوا الطريقه. نحط لكم في الطبسي البنات هانتوما، غادي نشوي هنايا شويه بالزيت باش يتشوى. وانا غادي نطلق هذيك الزيت وهذاك سميتو خليته دابا. صافي البنات ملي تخليه تيجي زوين صافي. غنزيد شويه البوطه هانتو بان ليكم هانتو، اي حاجه تنشاركها معكم قليله ولا كثيره هانتو. صافي غادي يتشوى مزيان ورجع معكم باش تشوفوا الطبق النهائي ديال مينا. ها انتما البنات، ها انتما ماكله ساهله اي واحد عنده في الدار ديالو، والله الا ساهله. يلا نخليكم ارجع معاكم. يا طفيت البوطه البنات ها انتما، ودرت الفلو ومع الفريز صافي. هذا هو الطبق النهائي، الماكله زوينه البنات وبصراحه صحي وعرفتي وصافي. هادشي اللي كاين، وتنتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو. وشكرا البنات بزاف بزاف، واش نقول لكم، هذا هو دابا راه تكون دابا 8 د الليل، هادي 8 راه 8 راه مازال الحال صافي. ونخليكم مع هاد سميتو الطبق النهائي، وشكرا البنات بزاف بزاف، تنموت عليكم. ما تنسونيش من اللايكات بزاف والكومونتير الزوينين ديالكم اللي تيفرحوني وتيزيدوا لقدام ان شاء الله. وشكرا اللي دخلوا عندنا جداد، وشكرا بزاف كامل، تنمو عليكم. يلا بسلامه عليكم، تنموت عليكم.